كنت دائما أكتب عدة لوحات وأهتم اهتماما كبيرا وخصوصا خط النسخ، فتمنيت من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى كتابة مصحف أو ربع من القرآن حتى يكون لي صدقة جارية. وبدأت أكتب في هذا الربع منذ سنة أو نصف تقريبا، ولقد وصلت الآن إلى صورة الحديد، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمد لي في العمر حتى أكمل هذا الربع وأبدأ في تكملة بقية الأربعة القرآنية.